أحلى شعور وأحلى لحظة هي أول لحظة بحط البيبي على صدر أمه. والشغلة اللي ما بتنسيها كمان بحياتك هي لما بتكوني عم ترضعي ابنك أو بنتك، لأنه هيدي الشغلة ما بتنتسى وبتخلق بوندينج بينك وبين ابنك. لهيك أنا بشجعك على رضاعة طبيعية وبقلك أنه ما في شيء بيخوف، لأنه في أمات بيكونوا عاملين سترس على الموضوع أو خيفانين. ما في شيء بيخوف لأنه شغلة كتير سهلة، وأهم شيء أهم شيء أنه ما تسمعي لا هون ولا هونيك للماما شو بتقلك ولا التيتا ولا خالته، لأنه هيدي الإكسبيرينس أنت بتعيشيها وابنك أو بنتك هني بعلموك شو تعملي. Don't stress, go for it، لأنه هيدا شيء كتير مهم. ألسا زبيب.